النبي صلى الله عليه وسلم كان له موقف من أبي سفيان بن الحارث ابن عمه. أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم تأخر إسلامه، وكان حال كفره يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمه ويهجوه، فكان هذا الأمر ضايق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ثم أسلم أبو سفيان بعد ذلك، فلما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أن يجالسه، فإذا جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم النبي يخرج، إذا لقيه النبي في الطريق انحرف عنه. فأبو سفيان شعر بالحزن، لماذا يعاملني النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة؟ فذهب إلى علي بن أبي طالب ابن عم الثاني، لأن كلهم أبناء عبد المطلب، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان وعلي كلهم أبناء عبد المطلب، جدهم عبد المطلب جميعا. فذهب إلى علي بن أبي طالب فقال له: يا علي، ما بال رسول الله يعاملني هذه المعاملة؟ قال: أو ما تدري ما صنعت؟ أنت ابن عمه وتهجوه، كنت كففت لسانك ولو لم تسلم، تكف لسانك، ابن عمك كيف تهجوه؟ قال: ولكني تبت وأسلمت، أما تجد لي مخرجا؟ فقال له علي: بلى، إذا وجدت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فادخل على استقبله مباشرة حتى ما يخرج، يعني واجهه مباشرة، وقل له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، أي كما قال إخوة يوسف ليوسف. فقال: نعم. وهذه فطنة من علي رضي الله عنه. فمن الغد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاءه واستقبله قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعطاه فرصة، قال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فلم يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، وعفى عنه. وقاف مع كتاب الله تبارك وتعالى، تميز.